بس هي تحب شيء اكثر من عندي. انا هم مرات اغار، تحب الفن، الفن حبها للفن الحب الاكبر نقول، ومستعده ولاي دور تترشح هي دائما تلقيها اوكي، ما عندها اشكال بالموضوع، متمكنه ما شاء الله والله يحفظها. اكو تفكير بالموضوع يعني راسا تقول اوكي، هذا من الثقه يعني، لانه هو واحد عارف هو مالي مكانه باي موقع. النشاط، النشاط الانسان من يكون نشط يحس بالثقه عاليه جدا. صح. اي انا من اشتغل امونه، من اشتغل اذا اقعد بالبيت اتعب واتمرض، بس من اشتغل انا صورت فيلم قلت لك يمكن عليه، اقعد 5 الصبح للساعه 12 ارجع انام كم ساعه واقعد اول ما يدق تليفون علي، وما تعبت شهرين. هي لانه حب عملي، من تحبي عملي ما يتعبك. انا طفله بديت بالفن، بس اكو ناس ما تحس تقول هاي زهرة هيجي بدت حياتها وصارت حياتها هيجي، واكثر شيء فقد الزوجي من ورا الفن، هواي اشياء يعني ما يقدر واحد يوضحها يعني.